ثأر الأحرار يثبت المعادلات ويعزز توازن الردع والرعب. كيف أخفق الاحتلال بعدوانه الغادر وماذا أنجزت المقاومة؟ فشل إسرائيلي جديد في تهجيم وحدة الساحات وتكريس لمبدأ قوة المقاومة في وحدتها، فأي أثر؟ بإيجاز لهذا الأسبوع مع القيادي في حركة حماس أسامة حمدان. بإيجاز يأتيكم الاثنين الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القدس الشريف.